السلام عليكم الدراري والدريات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كيفاش تزيدوا في السرعه ديال المحرك ديالكم. مهم، اول حاجه كنضغطوا عليها هي ديك الرموك اللي الفوق على اليمين. ملي كنبركوا عليه كنبركوا على بريسوناليزي. ملي كنبركوا على بريسوناليزي كنبركوا من مورا على موتور، راه هو الفوق موتور. ملي كنبركوا على موتور كنشوفوا اغلى محرك عندنا هنا، عندنا فيويت هو اغلى محرك كامل بالسلف. من مورا كنبركوا على ديك كونفيرمي، كيتقام علينا ب 15000 مع الاعدادات ديالو، ما عرفتش علاش الصراحه. مهم كيتقام ب 15000. مهم كنبركوا على ديك كوندويزي وصافي، كنكملوا عادي. صافي هو تبدلنا المحرك ديالنا. نتوما تشوفوا معنا دابا كيفاش الرموك غادي يتحرك بلاصه، غادي يطلع 100 في السرعه، 120 150 وكتوصل حتى ل 190. ملي كتزيد في السرعه الا ما تحكمتيش في السرعه ديال الرموك راه بلاصه كيتقلب، يعني تخسر الفلوس بزاف مع الديباناج، يعني خصك تعرف تتحكم فيه. غنشوفو معاك نتحرك، هاي طلعت وصلت 35 40 50. المهم نرجع باش نشبرو الطريق، نشبرو لودوروت باش نشوفو السرعه على السرعه هادي. نشوف معاك نتحرك مع توصل السرعه ل 50. هاي وصلت 30 40 اي 50 معاك التحرك هادي. يلا البداية، بدي شوف. سمع معايا الصوت ديال المحرك كيفاش كيتسمع، الصوت ديال المحرك كيفاش تبدل. هاي وصلت 100 بلا